السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم جميعا. إن شاء الله النهاردة أول كورس ليا، أول درس في دروس تعليم الرسم من البداية. إن شاء الله نتعلم مع بعض كل شيء إن شاء الله من البداية. يلا بقى بينا نبدأ. أول حاجة عشان نرسم العين بألوان الخشب أو أي رسم بعد كده، يا ريت يكون متوفر معاك علبة ألوان زي دي. لو مش متوفرة معاك علبة الألوان زي ديت، هعلمكم بعد كده ازاي نرسم نفس العين بألوان الجاف. برضو الألوان موجودة في السوق. علبة الألوان الخشب ديت أو أي نوع ألوان خشب متوفرة معاك، إن شاء الله تطلع رسمة حلوة منها. أول حاجة عشان نرسم أي رسمة أو العين، ياريت عيونك تكون رايحة على الغامق اللي في الرسمة. يعني اول حاجة انا دلوقتي هوضح لكم الغامق اللي موجود في العين فين. دايما ان العين بيبقى غامق، انا احاول على قد ما اقدر ان انا ارسم معاكم تفاصيل شوية من ان العين عشان تطلع الرسمة والعين واقعية شوية. كل ما بترسم الرسمة بتاعتك بتفاصيل اكتر، يعني حاول تاخد فيها جهد على قد ما تقدر. كل ما ترسم فيها تفاصيل اكتر كل ما تطلع الرسمة افضل وافضل. دلوقتي حطيت لون اخضر في لنين العين عشان ابدا اظهرها شويه. ارسم معاكم الرمش. الرمش عايز جرأة، يعني ما تخافش وانت بترسم الرمش. اسحب القلم من تحت لفوق وارمي، اسحب القلم من تحت، عايز جرأة كده وما تلاقوش خالص. يعني مره في مره هتتعلم ازاي ترسم الرمش من فوق تحت كده بجرأة بسرعه. فنين العين مش لازم تبقى درجة لون واحدة، يعني انا مثلا اخترت اللون الاخضر فحطيت فنين العين الغامق خالص زي ما انتم شايفين الاسود، حطيت الاخضر الغامق الاخضر الفاتح، وحط كمان بعد كده الاصفر. يعني كل درجات اللون العين الخضراء انا حطيتها في فنين العين، بتدي شكل افضل واحلى كمان، ومش هتحس في الاخر ان انت رميت اكتر من لون. يعني شايفين انا دلوقتي بحط الاصفر، بتدي اضاءة مع اللون الابيض، تحس ان في اضاءة تانية في العين. بعد كده ممكن نرسم رسمة منظر طبيعي جوه العين نفسها. كل ما تزود في تفاصيل شكل الرسمة بتدي شكل جميل جدا. انا دلوقتي اخترت لون البشرة، حاول انا بقى اوزع اللون ده على العين من فوق ومن تحت. دمج الالوان يا جماعة، دمج الالوان هو اكتر حاجة بيبين لك الرسمة اللي قدامك حلوة. درجة اللون البشرة في الدرجة دي ومع درجة البني مع الاسود مع البني الفاتح اكتر من درجة تنفعك جدا ان انت تعملها في درجة البشرة. عشان كده بقول لكم اللي متوفر معاه لون الخشب دي هتساعده جدا.
إن شاء الله يكون عجبكم الدرس الأول من دروس تعليم الرسم. إذا كان عجبكم الفيديو ياريت تعملوا بقى اشتراك وتفعلوا الجرس، وإن شاء الله انتظروني في درس جديد إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم.